نار جهنم الله أكبر فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لمن؟ للذي لم ينفق أمواله في سبيل الله يا أخوان. والله العظيم في ناس عندهم مليارات تجي على الزكاة ما بيعطيه. ليش؟ لك أعطيه ربك تبارك وتعالى أعطاك هالمال لحتى تشوف أنت الفقراء قادر على يعني على أن يأخذ منك. عبدت هناك ربك تبارك وتعالى. لابد الإنسان يعيش كما أمره ربه وأخبره نبيه صلى الله عليه وسلم. يحسب أن ماله أخلده، هذا الذي الهماز اللماذ الذي يغتاب الناس ولا يعيش كما أمره ربه تبارك وتعالى، عم يفكر ماله في الدنيا سوف يخلده، عم يفكر ما بده يموت طاوب. لك لبين ضلت الدنيا، لو ضلت ما ضل كانت لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نعم، ما أحد بيضل يا أخوان غير ويبقى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم، كلا لينبذن في الحطمة، هذا الذي يحسب أن ماله أخلده والذي عدد المال ولم ينفق في سبيل الله يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، سوف يرمى إلى الحطمة. والحطمة سميت حطمة لأنها تحطم بعضها بعضا مشدة حرارها. لما الناس يدخلوا إلى جهنم يصطريخوا ربنا أخرجنا منها يا الله أخرجنا يا ربنا، فيقول ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. ما جاءكم الرسول، ما جاءكم القرآن، ما سمعتوا؟ قال يا ربنا إن ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، يا رب اتبعنا الشيطان اتبعنا أنفسنا يا الله ارجعنا يا الله. ما في، إنكم ماكثون، ما في هنا. وهنا ربنا تبارك وتعالى يتوعد هؤلاء الناس. ولذلك يا أخوان لابد أن نعيش كما أمرنا ربنا وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلا سوف تكون